إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن بعض الأعراض والأسباب التي تؤدي إلى حدوث البواسير. وهذا الدرس الخامس، يؤدي الجلوس لفترات طويلة وخاصة على الأرض وبنوعيات معينة، ما يعرف بالتربيعة أو الشخص يتربع في الأرض، إلى زيادة تجمع الدم في أوردة منطقة الشرج، ومع صعوبة عودة تلك الكميات من الدم فيها إلى أوردة البطن الرئيسية كي تخفف الضغط عنها، يسبب لنا بواسير في المنطقة، وكذلك يؤدي إلى وجود التهابات ميكروبية في منطقة الشرج والمستقيم عبر يعني آليات الضغط والجلوس المتكرر وعدم الجلوس بشكل يعني يفيد الجسم غير صحي جدا. وننصح انه يعني يتم تثقيف الناس والشباب عن هذه الحالات، لانها تعتبر حالة مؤلمة جدا لهذه المنطقة، تسبب آلام خطيرة، وبالتالي أيضا لا تتحمل جدران الأوعية الوردية ذاك الضغط والجلوس الغير صحي، وتبدأ بالتمدد والانتفاخ والأمر الذي يجعلها يعني مؤلمة جدا، وخاصة عند الجلوس. وهذه الانتفاخات مؤلمة في الأوردة الموجودة بالأجزاء في المنطقة السفلية من المستقيم أو فتحة الشرج، وننصح بمراجعة الطبيب مباشرة عند حصول أي من هذه الأعراض. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.